علاش نقراو النقص في كل حركة سياسية في الجزائر؟ وكل مرة أننا نلبس المؤسسة العسكرية قال هي اللي حطت احنا تحبوا مسؤوليتنا كسياسية تصوروا احنا كجبهة المستقبل رفضنا نمشوا مع المعارضة، كنا معارضين وحنا ما مشينا كبوق منذ تأسيس الحزب. احنا كنا دائم في خطاباتنا نقول احنا ماناش بوق تاع السلطة، وأيضا احنا ماناش مع المعارضة السلبية، كنا وحدنا وسميناها الخط الثالث أو الطريق الثالث. وإحنا في الحقيقة في جبهة المستقبل منذ 2014 بعد سنتين فقط من تأسيس الحزب مشينا في مقاومة كبيرة للفساد، وكل خطاباتنا وكل مواقفنا تشهد على ذلك.